السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم، عواشر مبروكة، تعيدوا وتعاودوا بالصحة ان شاء الله وبطولة العمر. اليوم غادي نشاركوا معكم انا ولا عيشة واحد الطاجين ديال اللحم. توري لكم العيشة المقادير. يلا لا عيشة، السلام عليكم. عارف بسم الله. ما تسكر العيشة هو الاول أنجو تفيد. تفيد غدير قالت لك اللحم في الطاجين، عاد عاد دير التوابل. ها الطاجين ديال العيد، هذا اللحم ديال الغلمي، ياك العيشة اللحم ديال الغلمي. اللحم ديال الغلمي حطيه هيك. ها دات هنا طاجين كبير واللحم هما تقريبا درنا على حساب افراد ديال العائله، حنا كاينين كتار درنا اللحم كتير. كدير العشاء كدير البصله ودير العطريه، ياك دير التتبيله التوابل. ها الطاجين راه غادي نطيبوه على الفاخر، ياك العيشة غنديرو على الفخر. على الفخرين يلا، شنو غديري لنا تما؟ بسم الله. شنو هذا؟ الكمون. الكمون، ندير الكمون، معلقة ديال الكمون. معلقة ديال الكمون صغيرة صغيرة عامرة. ندير نص الراس ديال البزار. ندير الراس ديال مرزية، هذه مرزية ديال اللحم ديال الغنمية، ديال الغلمي. شحال درتي الراس ديال المعلقة؟ الراس ديال المعلقة صغيرة. سكين جبير تقريبا معلقة، ما عامرش عامرش معلقة صغيرة ديال سكين جبير وخرقهم. الزعفران خرقهم بلدي، معلقة عامرة تحميرة، معلقة تحميرة. تحميرة دارت معلقة عامرة صغيرة. ثومة، ثومة معلقة. تما ما حكيتيش ثومة، غير لا غير نشكر قطعتيها. شحال ديال الثومة؟ أربعة، أربعة الفصوص ديال الثومة اللي دارت. والربيع والمعدنوس، قزبر ومعدنوس. القزبر والمعدنوس ندير غديري شوية كديري فوق. ها الطاجينة العيشة ديال فين؟ ها؟ ديال فين؟ ديال اشمن اشمن مدينة اشمن بلاصة؟ نقول لها وريكا ديال وريكا، الطاجين ديال وريكا. دارت لكم قالت لكم الطاجين ديال وريكا الطريقه ديالها. شحال درتي تما ديال الزيت؟ ثلاثه المعالق، ثلاثه المعالق كبار الزيت. باش ما يلصق لينا الزيت السيور، حيت هو اصلا فيه الشحمه درتي غير ثلاثه المعالق. بسم الله. شويه البصله دابا غادي دير البصله شلطيها. ياه باش ندير ليه شويه دروك حتى غديريها شويه تشحر معاها وديك الساعه تزيدي. جيب لي اش بغيتي؟ الزبيب، الملحه، نسينا ياك. نسينا الملحه. هنا غادي دير لكم شحال غادير تما ديال الملحه؟ معلقه صغيره ديال الملحه، نسات ما درتهاش في الاول، دابا راه درناها نسيناها بجوج. المهم الملح على حساب الذوق وشويه السكر. وكديروا قالت لك واحد الطويبه ديال السكر واحد شويه ديال السكر باش يطلق هذيك الحلاوه يجي مع السن شويه. صافي دابا غادي نديرو يطيب، ياك خليتي هادي صافي بركه ما كاينش فين الدار. زيديها ديرها في شي جنب تمايا. طاجين، المهم طاجين معمر باللحم، طاجين كبير ديال وريكا.
صافي دابا غادي نديو اسخن نديرو السخن ديالها فوق الفاخر، فوق الفاخر. نوري لكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيكون فوق الفاخر. ها هو الطاجين خلاتو العيشة كيطيب، ها هو كيفاش بدا كيتشحر كيبربر. الريحه ديالو كتبان زوينه والريحه ديالو طالعه، والله الا كتشهي الريحه ديالو زوينه. ها هو كيطيب، كيطيب على الفخر على خاطر. ها الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا من بعد ما طاب، من ما طيبات لنا العيشه. ها هو كيفاش كيجي، درت ليه شويه ديال الزيتون ودرت ليه شويه ديال الحامض المصير، واحد شويه ديال الزبيب تزيين. هكا كيكون، هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يعجبكم من عند العيشه، وبالصحه والراحه. ياك العيشه قولي بالصحه والراحه.